راسي تبان هذا. ماشي يا استاذ. أنا عارف إن اللي في دماغ فتحي لو هو ما قالوش محدش غيره تاني بيعرفه، بس أنا مش قادر أتخيل حتى إيه اللي يخليه يخطف بنتك. بيعاقبني، قلت لك قبل كده يا حبيب كذا مرة فتحي بيعاقبني. أيوة قلت إنه بيعاقبك، بس ما قلتيش بيعاقبك على إيه؟ ما نزلتش في المحطة الأخيرة اللي هو كان مستنيني فيها، سبته وكملت بالقطر. المحطة الأخيرة دي كانت عيلة مخلوف، قرر بقى يجيب القطر يبتدي مشواره من أوله عشان أفتكر. افتكرت، بس افتكرت بالدم، مرة بخطف بنتي، مرة بموت زينب. يا رب يا جدع، ايه قرب خير. عملت ايه؟ جبت كل الاسامي. في واحد ما يفرقش عنها حاجه، كل يهمه مصلحته. هو قال لي بس هاتي لي صوره المستشفى وسيبي عليا الباقي. وانا فهمت ان هو هياخد كل اللي هو عايزه زي ما انت قلتي لي. اهي دي بقى اللي هتجيب لك حق زينب. بس انا عندي راي عام. بس مش حق. عيننا في الصعيد اسمه طار. طار زينب. وده مكتوب. أنا مش فاهمة، يعني بقى حتة الحديدة دي اللي هتجيب دغل اللي انتوا بتتكلموا عليها؟ طب ازاي؟ اه هتجيبها يا أشرف، هتجيبها وكمان مربوطة لحد الباب. باب ايه؟ بكرة تعرف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.